خلينا نتكلم في الانترو كده على بعض النقاط سريعا، والنص الثاني من حلقه ملعب الاهلي النهارده هنتكلم في الامور الفنيه الخاصه بكاس مصر او خاصه باللقاء الامس، لقاء الاهلي ووفاء الصيف، مع نجومنا كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم. لكن من البدايه كده على سيراميك على بياض، مش عايز اسمع في الفتره اللي جايه خالص، ولا عايز حد يردد من جمهور النادي الاهلي، ولا حد من عشاق النادي الاهلي، ولا المنتمين النادي الاهلي، ولا حتى الناس المهنيه والمختصه والناس اللي هي عندها خبرات بشكل كبير جدا. اصل الترجي والاهلي خلاص بقوا عارفين بعض قوي، بس كعب الاهلي اعلى من الترجي. اصل ملعب رادس ده اكن بنلعب في ملعبنا في مختار التتش. اصل الترجي بالنسبه لنا في عقده نفسيه، فاحنا كعبنا عالي عليهم. اصل المباريتين اكنهم بتلعبهم على استاد القاهره، المباريتين اكنهم على ملعب واحد، لان رادس بالنسبه لنا ملعب اكنه بتلعب في القاهره. مش عايز اسمع الكلام ده خالص، مش عايز اسمع حته ان المباراه سهله وان المباراه اجواءها معروفه ومعتاده واتكررت 100 مره والحياه سهله وبسيطه والحياه يعني عاديه جدا. ليه القلق وليه التوتر يا جماعه؟ ده ما فيش مشكله خالص يعني، ده مباراه معتاده يعني. الترجي يعني الترجي انا قلت امبارح وباكد وخدوا مني الكلام ده وحاسبوني عليه، الترجي هيبقى اشرس من اي مباراه سابقه، اشرس من اي مباراه لعبها الاهلي قبل كده. الترجي هيبقى من اقوى المباريات واسال المباريات واعنف المباريات والمواجهات اللي خاضها الترجي مع النادي الاهلي في كل السنين اللي فاتت او كل المواجهات اللي فاتت. اسمعوا مني بس يعني وقولوا الراجل ده بيتكلم صح ولا غلط. بعد ما هتشوفوا المواجهه هتبقى صعبه جدا. الترجي مع احداث الماضي وتحديدا اللقطات الاخيره او المشهد الاخير في مواجهات الاهلي والترجي وتفوق الاهلي سواء كان في القاهره او في رادس، هيدي للمباراه قوه ما بعدها قوه وعنف ما بعده عنف. الترجي هيخش بمعنويات عاليه جدا 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 وتصميم وحماس عالي جدا جدا جدا، وهيساعده كمان ان المباراه الثانيه هتبقى على ارضه وسط جمهوره. صحيح الاهلي عنده افضليه في الفتره اللي فاتت رقميه، لكن انا بتكلم في الوقت اللي انا فيه، في العصر اللي احنا فيه. ولك ان تتخيلوا ان في تشكيله الكاف اللي هو اختارها في اياب دوري ابطال او اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، منها اربعه من الترجي، فيها ثلاثه من الاهلي، فيها سعد سمير وفيها كولوبالي وفيها وليد سليمان، لكن فيها اربعه من الترجي، فيها انيس البدري وفيها الجويني وفيها كمان يوسف البليلي، مش فاكر الرابع مين يعني، لكن الرابع اربعه من فرقه الترجي، فيها كمان ثلاثه او اربعه من فرقه وفاق الصيف. طب خلينا قولوا لنا الاسماء عشان انا العين بقى، والبليلي واليعقوبي وانيس البدري والجويني يعني، ودول كلهم سجلوا على فكره امبارح، يعني كلهم سجلوا امبارح. وفي حراسه المرمى اللي هو مصطفى زغبة اللي هو يعني جول وفاء الصيف امبارح، واكرم جحنيط برضو موجود في التشكيله. فلكم ان تتخيلوا ان في تشكيله يعني اللي عاملها الاتحاد الافريقي، برافو عليك كده تمام. وعبد المنعم دابو طبعا موجود في التشكيله، واسلام بكير يعني خلينا اقول لكم عم مؤمن جابه. خلينا اقول لكم حراسه المرمى فيها مصطفى زغبة وفيها كولوبالي وسعد سمير و الجويني اوكي، وعندك انيس البدري موجود واكرم جحنيد موجود ووليد سليمان موجود والبليلي موجود، وقدام اليعقوبي اسف هو اللي تحت كده، وقدام الجويني هو اللي فوق بتاع الترجي، وعبد المؤمن جابه، وعلى الشمال كده اللي هو اسلام بكير اللي هو احرز الهدف امبارح الاول لفرقه وفاق الصيف. فخدوا مني واسمعوا مني، مواجهه الاهلي والترجي هتبقى من اعنف المواجهات واشرس المواجهات. يعني هي دايما مباراه الاهلي والترجي عنوان للمتعه صحيح، ومباراه بتبقى حلوه قوي قوي على المستوى الفني، وبيستناها كل عشاق الكوره، مش في مصر بس ولا في تونس، في كل انحاء الوطن العربي وفي كل انحاء افريقيا. بس في الاخر يعني المباراه دي هيدخلها الترجي بدخول مختلف عن كل المباريات، وترتيب مختلف عن كل الترتيبات، وشراسه ما بعدها شراسه. يعني هو بالنسبه له بيبقى عايز ياخد حاجه يعني اتسحبت عنده بقالها فتره طويله. التفوق الاهلاوي على شمال تونس بدا بالجون اللي انا تشرفت ان الواحد احرزه هناك في تونس، وتحديدا في 17 نوفمبر 2001 الهدف اللي قدامكم ده. يعني يا ابني عقل انت رايح فين؟
ماشي اعقل اعقل ابو السيد. دي كانت ايام بقى يعني ايه، ايام الخوالي، ايام ما كان الواحد لسه صغير كده، ايام ما كان فيه شعر ناعم بقى وحاجات حلوه كده زمان. فالتفوق الاهلاوي على الكره التونسيه بدا من اللقاء ده لما تعادلنا هنا 0-0، وكانت هناك كل المؤشرات رايحه في اتجاه الترجي ولاعيبه من البرازيل ورئيس نادي مسخر كل الادوات والقدرات على اساس ان هو ياخد البطوله ديت. لكن ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بشكل كبير جدا بجون، يعني كان لنا تسجيله او كان ليا شرف تسجيله، وبعد كده تعادلنا، وبعد كده بقى توالت الانتصارات الكره الاهلاويه تحديدا على الكره التونسيه بشكل عام مش الترجي بس. فدي كانت مباراه واخر نهائي